اسمي أحمد نجيب، أنا متحدث رسمي باسم مجلس أمناء الثورة. يعني كان في اجتماع النهاردة بين بعض القوى الثورية بما يخص تعليق الاعتصام في ميدان التحرير وتغيير شكله إلى سلسلات بشرية، ويعني إن شاء الله بإذن الله هنخرج في مسائر متعددة في على كذا يوم. ده غير إن احنا بنعلن إن الجمعة الجاية مليونية تسليم السلطة. هذا الأمر اتفق عليه كثير من القوى الثورية، وده إن شاء الله بإذن الله حتى يعني يتم إعطاء الرئيس الدكتور محمد مرسي فترة أن يعني يكي يفاوض على السلطة الكاملة، لأننا ضد أي تقويض لمؤسسة الرئاسة التي هي الآن المؤسسة الوحيدة المنتخبة التي تمثل إرادة هذا الشعب. هناك قوى ثورية تريد أن مثلا أن تحل هذه الإشكالية عن طريق القانون؟ طبعا هناك حديث كثيرا عن القانون، لكن في ظل أن هناك كثير من الجدل القانوني الذي يتم التعويل عليه، هو في حد ذاته هو يعني مهاترة من أجل كسب الوقت لصالح المجلس العسكري. فيما يخص مسألة الاعتصام، يعني أنتم ترون كذلك يعني أن يفضل الاعتصام أم لكم رأي مؤخر؟ يعني هناك الكثير يعني الأغلبية هي اللي فضل الاعتصام لحين الجمعة، وبعد ذلك ربما نرجع مرة ثانية للاعتصام بجانب فعاليات أخرى للضغط لتسليم السلطة كاملة. شكرا. قلت أن هناك خلافات حصلت في داخل الاجتماع. أي اجتماع؟ الاجتماع اللي بالداخل؟ لا، هذا اجتماع آخر. أنا اجتماع القوى الثورية ليس له علاقة بهذا الاجتماع. الاجتماع بتاع القوى الثورية تم بحزب الحرية والعدالة، وده كان تاني اجتماع. الاجتماع الأول كان بالأمس ما بين الدكتور البلتاجي وبعض القوى الثورية المختلفة، واليوم كان مع الدكتور البلتاجي مرة أخرى ومجموعات أخرى من القوى الثورية المشتركة في الاعتصام. شكرا. أنا كنت مجتمع في هذا مع الأخوة بصفتي مراقب عن بعض الطائرات الثورية اللي هي أعلنت يعني إن هي ستعلق الاعتصام، وجئنا نخبر هذه المجموعة بذلك الأمر، ويعني وجئت بصفتي مراقب ويعني وأدليت ببعض الآراء، ولكن يعني لست عضو حتى الآن في الجبهة، وهم لهم مطلق الحق في يعني التعليق عن اجتماعهم.